اهلا بحضراتكم مره تانية. بدانا الحلقه وقلنا ان اهالي السويس هيكونوا مشرفينا النهارده. برحب بالسويس كلها وسعيده بانه بينضم لينا شخصيات من ابناء السويس في هذا الحوار. برحب بالاستاذ بكري ابو الحسن نقيب الصيادين في السويس. اهلا بحضرتك. اهلا فندم. اهلا بيك. وبرحب بالاستاذ وائل المصري من اهالي السويس ايضا والموظفين. اهلا بحضرتك في واحده من شركات البترول. والاستاذ هشام عنان من اهالي السويس وموظف ايضا في واحده من هذه الشركات. اهلا بكم. برحب بكم جميعا. ويعني هبدا معاكم، هدخل في الموضوع على طول. دلوقتي كان في يعني شائعات بتتكلم عن انه السويس فيها الفيديوهات دلوقتي هتكون معانا فيها مشاكل، الاوضاع مرتبكه. ممكن اخد يعني هبتدي بحضرتك استاذ بكري الرد من حضرتك على الكلام ده. هو يمكن زي ما وضحت حضرتك في بدايه الكلام قلنا شائعات. السويس طبعا يعني مدينه طبعا فيها رجالتها او ابنائها، ابناء السويس دايما بيتفهموا كل مواقف، بيرفضوا اي عمل يسيء لهذه المدينه. احنا في السويس كلنا يعني بنجتمع او بيحصل نوع من حب الوطن فبيترجم في البلد، بتلاقينا كلنا ايد واحده. لكن كل ما يحاك للسويس او كل ما يقال عن السويس ان هي مدينه فيها امور يعني كاني ماني من الحاجات دي كلها، كل دوت شائعات زي ما سمعت. امور يعني تقصد هنا انه مثلا في مظاهرات، انه في مشاكل، ناس نزلت، ده اللي حضرتك يعني احنا يعني احنا اول امبارح وامبارح وكل يوم كان في مظاهره حب، وانا كنت موجود فيها، وكان على كورنيش السويس الجديد حضرتك مظاهره بالسيارات كلها حب لمصر، حب لمصر. فطبعا ودي خير دليل عشان دي ترد على كل من يعني يدعي ان السويس طبعا غير الصوره الجماليه دي. طيب برضو اخد راي حضراتكم. والله عليك، هي السويس من المحافظات اللي نقدر عليها محافظه هاديه زيها زي مدن القناه كلها يعني. بس هي الصوره المنقوله عن السويس في العموم عامه انها مدينه سائره، ومدينه دايما اهلها حاميين شويه وبيحبوا البلد، وده بقى يعني ده نقدر نقول عليه بصرف يعني ده موروث جواهم من ايام زمان. فبالتالي الانطباع ده بالظبط. فالانطباع ده لما بتاخد عن السويس، اصبحت السويس دلوقتي رمز من رموز زي ما بيقولوا كده اهوت، اي حاجه وحشه بتحصل في البلد تلاقي اول حاجه تقول عليها السويس انا اهو. تمام. فده الانطباع تاخده عن السويس. فبالتالي ابتدت القنوات الثانيه لما تحب تشعل بقى البلد وشافوا ان ابتدى اضرب منين، فابتدوا البلد اللي هي يقدروا يقولوا عليها مدينه سائره، فابتدوا يلعبوا، ابتدوا يبصوا سمومهم، ابتدوا يشتغلوا على حاجات المفروض البلد مش ناقصاها يعني، ابتدوا يشتغلوا على تغييب الوعي، ابتدوا يشتغلوا على معلومات منقوصه، ابتدوا يستغلوا الوعي المنقوص عند الناس، فابتدوا يشتغلوا على حاجات كلها نقدر نقول كلها يعني يستغلوا الموروث الثقافي عند شعب السويس وابتدوا يشتغلوا عليه. فبالتالي ادوا صوره او انطباع الشارع السويسي فاهم يعني جدا جدا مستوعب جدا. والشارع السويسي مش عايز اقول لحضرتك من اوعى المحافظات اللي تقدر تقول عليها المواطن السويسي فعلا فاهم ومستوعب الدنيا ماشيه ازاي. عشان كده هو بينبذ دلوقتي اي عنف. هو اتعلمنا كلنا من 2011 اتعلمنا وعرفنا الدرس كويس جدا، وعرفنا ان اللي بنعمله كده غلط لو وصلنا لمرحله معينه ما ينفعش نوصل لها. فالشعب السويسي ذكي وعرف الموضوع ده، عشان كده رفض اي حاجه تؤدي لخراب او اي دمار او اي حاجه ممكن تحصل في البلد. فده احنا رافضينه تماما، وشعب السويس بخير والحمد لله الدنيا تمام. ونقدر نقول ان الفتره الجايه كمان محتاجين الدوله او الاعلام بمعنى صح، بلاش الدوله، الاعلام يركز على موضوع الوعي ونشر الوعي بين الناس. لان حضرتك خلي بال حضرتك ان مش هنتكلم ان احنا مش مدينه فاضله، احنا بنتكلم ان في سلبيات وفي حاجات موجوده. اذا كان في حاجه موجوده عايزين نتكلم فيها يبقى نطرحها ونقولها عشان الناس تفهم. في وعي منقوص عند الناس، نشوف ايه الوسيله اللي ممكن الناس تفهم بيها، نقرب من الناس شويه، نشوف الخلل فين ونعمله. لكن كسويس انا اقدر لحضرتك المحافظه يعني نقدر نقول 90% منها
واعي جدا وفاهم جدا ومدرك جدا لخطوره الموقف، وعارفين تداعيات المرحله اللي احنا فيها، وعارفين ان المرحله الاقتصاديه اللي احنا فيها دي ليها تداعيات. التداعيات بتاعتها دي كلها مش هتبقى اثار دائمه، يعني مش هنفضل كده على طول، لا دي تداعيات مرحله هنعديها. فالشعب السويسي ذكي جدا وفاهم جدا ومدرك جدا الكلام دوت، بس هو ينقصنا حاجه واحده بس، هي زياده الوعي وزياده نشر الوعي وزياده حملات الوعي عشان ما نشوفش الصوره المهزوزه اللي احنا بنشوفها كل شويه. استاذ هشام، التطور بتشهده السويس في رأيك، يعني مثلا المنظومة الصحية اللي بتقدم عملية التأمين الصحي الشاملة السويس في المحطة القادمة بعد بورسعيد على سبيل المثال، ممكن أعرف الإحساس بما يتم من انتعاش في مجالات كتيرة داخل السويس، هل موجود؟ هل المواطن يعني حاسس بده؟ بص حضرتك، انا بشكر طبعا اداره القناه ان هي اهتمت طبعا بمحافظه السويس، وان هي تجيب طبعا ان هي تخلي محافظه السويس وتجيب المظاهرات التأييد او المسيرات اللي تمت في محافظه السويس، وان احنا نظهر، وده الاعلام البديل اللي يعتبر لاي جهه ثانيه. ده موضوع مهم جدا، لان محافظه السويس محافظه يعتبر محافظه رائده، محافظه يعتبر من المحافظات المهمه في محافظات مصر. فعشان كده اغلب الشباب واغلب الناس اللي في المحافظه دايما بيقولوا ان احنا مش متواجدين على الساحه او مش متواجدين على شيء، بالرغم ان محافظه السويس خدت مكتسبات زي ما حضرتك قلت دلوقتي في الفتره الاخيره، لا مكتسبات مهمه جدا. والسيد الرئيس في اخر لقاءاته كان في المؤتمر امر بانشاء تطوير طريق اسماعيليه السويس في اخر لقاء في اخر مؤتمرات السيد الرئيس. وعندك حضرتك وزيره الصحه لما بتتكلمي في موضوع الصحه، لا في حضرتك وزيره الصحه قالت انشاء مستشفى جديده، والسيد المحافظ طلع قرار بانشاء قرار فعلا بتخصيص قطعه ارض في مدينه 24 اكتوبر، يمكن السويس عارفين 24 اكتوبر فين، في ارض هناك كبيره تخصصت فيها فعلا بالفعل لمستشفى جديده للسويس. وغير كده عندنا جامعه قناه السويس، حضرتك جامعه قناه السويس اتاخر فيها بعض الجامعات، يعني اتاخر فيها بعض الكليات، بالرغم ان كان المفروض ان الاولى كانت تبقى هي محافظه السويس هي اللي يبقى فيها كليه الطب، كان بيتناشد الناس كلها السويسه كلهم كانوا بيناشدوا القياده السياسيه ان يتعمل فيها كليه الطب، والحمد لله بالفعل كليه الطب هتشتغل باذن الله تعالى، يعني خلاص هي بالفعل قائمه. والنهارده احنا النهارده شايفين تطوير، وهقول لحضرتك على حاجه مهمه قوي بالنسبه للاحداث الاخيره اللي هي التطورات اللي حصلت. السويس خدت مكتسبات، شعب السويس بالكامل يعرفه في اخر اللي هو يعتبر في اخر الشهور اللي فاتت بالنسبه للبطوله الافريقيه، لما مصر تنظيم الامم الافريقيه، السويس خدت مكتسبات، والسيد المحافظ قدر يستغل الموقف ده بالفعل، والقياده السياسيه في محافظه السويس قدرت تستغل الموضوع ده. عرفنا فعلا، والنهارده لو دخلت من مدخل السويس، من اول مدخل السويس من عند التوفيقيه لحد الكورنيش، لحد مش الكورنيش كمان، هناخد المدن اللي هي من الـ40 لحضرتك المكان اللي احنا مشينا فيه مسيرات، ولحد من اولها لاخرها تم التطوير فيه. بدا بالفعل بينا نشوف السويس بصوره جميله وصوره طيبه. احنا محتاجين ان الاعلام، ومحتاجين يبقى فيه النهارده لما بيقولوا ان السويس، عشان السويس المقاومه الشعبيه وليها تاريخ كبير جدا في اللي يعني كان حائط صد للعدو الصهيوني والعدو الاسرائيلي، وتاريخ السويس معروف طبعاً. في القصه دي يعني طبعاً. فعشان كده احنا محتاجين فعلا، يعني انا بشكر طبعا من هنا من المنبر الاعلام دون، بشكر اداره قناه سي بي سي ان هي، وعايزين مزيد من القنوات او مزيد من الاعلام يسلط الضوء على محافظه السويس في الايجابيات كلها ان شاء الله تعالى. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع ونكمل حوار. شعب السويس شعب واعي، شعب عارف مصلحته، شعب بيفصل بين الصح والغلط، شعب عارف يعني ايه مظاهرات ويعني ايه سلب ونهب وتخريب. والحمد لله الشعب واعي، ومحدش هيتجرأ
ان نسمح له ان يعمل حاجه في السويس اللي هي بلدنا. التخريب والعنف والكلام ده رفضونه كلي وجزئي. ليه؟ احنا دلوقتي جربنا من الايام اللي فاتت ديت الله لا يعودها، شفنا ايام سودة. بنقول للرئيس وبنشد على ايده، احنا كلنا شعب السويس معاك، واهل السويس كلهم تبع الرئيس، واحنا مش راضيين بالخراب اللي يحصل ده، وعايزين يكمل المشاريع اللي عملها الرئيس. عارف دماغنا من فوق يا رئيس، ربنا يعينه ويساعده اللي احنا فيه. احنا كان معاك كنا 35 مليون، النهارده 195 مليون، النهارده انا معاك خمسه في البيت هيدوخوه، مش 95 مليون. احنا كنا نايمين خايفين الاول، دلوقتي ربنا وهو بعد ربنا وكويس معانا وعمل لنا تومين وعمل لنا عيش وعمل لنا كل حاجه. مش هنول اي حد اللي في دماغه ان البلد تخرب، مش هتخرب لا، طول ما هو ربنا الاول موجود وهو بعد ربنا البلد هتبقى كويسه. دي كانت صورة من السويس وأهالي السويس. أستاذ بكري نقيب الصيادين في السويس، ممكن أخد فكرة عن الصيادين، المجتمع بتاعهم، المشاكل أخبارها إيه دلوقتي؟ هل لقت مخرج؟ هل الأزمات اللي كانت موجودة لقت دلوقتي حلول؟ بالظبط، خصوصا كان عندنا مشروعات بصراحه عن موضوع الصيد كتير يعني. بالظبط حضرتك. اولا بالنسبه لقطاع الصيد، انا دايما بقول يعني هذا القطاع هو الجندي المجهول. قطاع انتاجي يعني بينتج ويساهم في الانتاج الامن الغذائي للدوله. اضيف على ذلك ان قطاع الصيد يعني احنا بنتكلم على السويس، لكن هو بصفه عامه بيشارك الدوله في تقليل طابور البطاله حضرتك. بمعنى انا عندي في قطاع الصيد مؤهلات عليا ومتوسطه وفوق المتوسطه بشتغل في هذا القطاع. هذه العماله كان من المفترض بالشهادات بتاعتها الدوله بتعينها، لكن هو حته التعيين ما بقتش مباحه يعني بالشكل اللي حسب مطالب اي حد، وبالتالي قطاع الصيد بيجتذب هذه العماله وبتشتغل عندنا يعني باجور مجزيه جدا. لما نيجي على نتكلم على الصيد وانتاج الصيد، احنا عندنا الصيد في خليج السويس. خليج السويس دوت يعتبر مسطح مائي شبه مغلق، عندنا في مراكب بحرف مختلفه، في عندي جر، في شنشله، في صنار، كلها هذه بتنتج اسماك طبعا شعبيه بخلاف اسماك الصنار اللي هي بتنتج الاسماك الممتازه زي الدراك والبنقذ والزرابين والشركس والخمخم، كل دي اسماك ممتازه. الاسماك الشعبيه طبعا انجاز دي ان انا بس اوضح الجزئيه دي، بتعتبر مثلا حرفه الجر وحرفه الشنشله. هذه النوعيه من الاسماك بتفي لاحتياجات المواطن وبتصدر الى المحافظات الاخرى، لان خليج السويس او الانتاج في خليج السويس ما هوش بتاع السويس بس طبعا، يعني هو بتاع مصر في المقام الاول، لكن السويس تعتبر من المحافظات المنتجه للاسماك من خلال خليج السويس وخارج خليج السويس لغايه حدودنا مع شلاتين اسمها خارج خليج السويس. الصيادين طبعا احنا يمكن انا نشدت كتير جدا المسؤولين، وانا بكرر هذه المناشده من البرنامج المحترم دوت، بقول عايزين برضو ايه مظله التامين الصحي. احنا عارفين سياده الرئيس هيعممها على كل فرد التامين الصحي الشامل. بالظبط، انتوا اول يعني ناس بعد الحسين. بالظبط، احنا عايزين الصيادين حضرتك، الصياد هو احوج ما يكون الى الرعايه الصحيه. عندنا طبعا الصيادين بيبذل كل الجهد وجهود كلها شخصيه، يعني هو من عنده، ما فيش اي مثلا اجراء بيتم او دعم بيتم، لا هو قائم على دعم ذاتي منه فيه. فحضرتك هذا القطاع يعني اولى بالرعايه، سواء الرعايه الصحيه او الرعايه الاجتماعيه، على اساس ان احنا برضه في يوم من الايام لما هنيجي بس تشرفونا في السويس ونصور بقى ميناي الاتكا والسمك اللي طالع منه والمراكب اللي بتنتج، كل هذه المنظومة جميلة جدا وبتنتج لمصر كلها. وبالتالي أنا بس بطالب بالرعاية الصحية، الرعاية الاجتماعية للصيادين، لأن الصيادين هم من أولى بهذه الرعاية. ما إن شاء الله بقى بس بعد إذن حضرتك، أنا عايز في المرحلة القادمة بعد كده سعيد بتصور إن ممكن يكون في تطور في المجال الصحي. أنا عايز بس بكري عشان بس موضوع الصيد
الموضوع الغلاء اللي هو اللي اعتبر الناس بتشتكي منه بالنسبه في بدايه الصيف، لان احنا لسه بادئين تقريبا دلوقتي اللي هو اعتبر فتره الصيف، لان السويس بتتوقف الصيف 5 شهور تقريبا. وضح جزئيه مهمه قوي على فكره يا استاذ باكر. مقصود ايه؟ المهم ان السواسي عنده، خلي بالك عندي شهور منع. اتفضل. شهور المنع معناها ايه؟ هيئة الصيد السمكية بتصدر قرار لمنع الصيد خلال فترة معينة لإعطاء راحة بيولوجية للمسطح المائي للتنمية، المقصود بها التنمية حضرتك. طبعا في خلال هذه الفترة إن الصيادين 5 شهور بيقفوا، مفيش أي دعم أو أي إعانة ليهم، أنا بقول بس خطوط عريضة. خدت بال حضرتك؟ في هذه الفترة طبعا مفيش لا دعم ولا أي إعانة للصيادين. إحنا طالبنا بإنشاء صندوق لرعاية الصيادين في خلال الفترة دي لغاية حتى لم ينشأ هذا الصندوق. في شهور المنع دي حضرتك بيبقى طبعا سمك مفيش، كل المراكب واقفة، بيجي الموسم يشتغل. في جزئية المواطن بيسأل عنها والأستاذ هشام برضو بيمكن لمح ليها، حتة غلاء الأسعار أو إلى خلافه. أنا بقول، أنا بس عشان السادة المشاهدين يعرفوا، إن السمك سلعة قابلة للتلف، بمعنى يعني غير قابلة للتخزين، هناك سلع أخرى يتم تخزينها لمواسم أخرى، وبالتالي الأسماك لا يتم تخزينها لفترات طويلة، وخاصة منها الأسماك الشعبية. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان بس إن السمك بيتباع بالمزاد العلني، يتباع كده ما يتحددش صاحب المركب. طيب. بيغل ايده عن ان هو يحدد سعر ولا حاجه. تمام. انا يعني يعني وصلت احنا يعني سمعنا المشكله. تمام. ورساله هو عايز دعم، هذا القطاع عايز دعم. طبعا قطاع مهم جدا، وزي ما حضرتك بدات الحديث وقلت هو جندي من مجهول للكثير من التنميه داخل السويس. طيب لو استاذ وائل يعني طلبت من حضرتك انه يبقى في رساله بتوجهها، وحضرتك ضيفنا كده واكيد ناس كتيره في السويس دلوقتي بتتفرج على حضرتك، للاهالي في السويس رساله عن اهميه الوعي لاي شيء ممكن يكون مغلوط غير صحيح، وللاسف بيتم تداوله بسهوله، بيتم العمل عليه على انه معلومه، خصوصا طبعا مع وجود السوشيال ميديا. والله حضرتك انا رسالتي مضمونه حاجه واحده بس. الوعي هدف. اي مواطن سهل يوصل المعلومه، ما يسيبش نفسه فريسه لاي اسهل معلومه توصل له. بمعنى الشعوب اللي احنا دلوقتي بنقعد نقول عليها نفسنا نبقى زيها وعايزين نوصل لها، الناس دي وصلت لدرجه من الوعي خلت واجبرت النظام الحاكم او الحكومه انها تتعامل معاها بمصداقية وشفافية. فبالتالي طول ما الصورة واضحة قدام الناس طبيعي جدا هتلاقي أي حاكم هتلاقيه ماشي بشفافية جامدة جدا. لكن للأسف المواطن طول ما المعلومة بتوصله مغلوطة وبتوصل ناقصة، ده بيؤدي لأي حد ممكن يخش يلعب في دماغه. فأنا رسالتي للناس كلها، هستأذنكم تتعبوا شوية، البلد في حالة لا تسمح إن احنا نعرف معلومات غلط أو نستنى معلومة من حد غير مؤهل ان هو يديها لنا. يا ريت نتعب شويه، المرحله اللي احنا فيها ديت لا تتحمل شعب غير واعي. احنا في نوع من انواع الحروب التي يعني زي ما بيقولوا ما حصلتش قبل كده في اي حته في العالم. احنا زي ما بيقولوا كده على الفيس او السوشيال ميديا بنلاعب منتخب مخابرات العالم. يعني احنا مصر مستهدفه بطريقه كبيره جدا جدا، ولازم الناس تفهم دي. موضوع ان احنا الرقود الفكري او الوعي اللي كان بيحصل لنا زمان ايام مبارك، او الوعي المزيف اللي كان بيحصل زمان ان احنا الدنيا تمام والدنيا لازم كل ده يتغير عند الراجل، لازم ثقافه المواطن تتغير، ولازم نرتقي لمستوى المواطن بقى الاوروبي اللي احنا بنتشدق بيه. هو عنده من الوعي اللي يقدر يفهم تداعيات المرحله دي. فبالتالي لازم المواطن السويسي، وانا اثق في ذكائه ووعيه المواطن السويسي، لان انا عارف ان 90% من المواطن السويس هم بيفهموا كويس جدا جدا ومدركين جدا زي ما حضرتك شفت في التقرير كده، فاهمين كويس جدا كل حاجه بتحصل. ولكن ساعات في بعض الاحوال الفراغ الفكري او فراغ الوعي في مرحله ما بيؤدي ان في ناس بتخش في النص بتملى الفراغ ده. اللي بيحصل الكلام دوت او سببه ايه؟ هرجع واقول تاني الاعلام. معلش انا بحمل الاعلام شويه ليه؟ لان هو ده الاساس اللي بنشتغل عليه. التوعيه بالظبط. حضرتك احنا الوعي عندنا، درجه الوعي عندنا تقدر تقول عليها مش متكين عليها شويه. الناس بتتعامل مع الموضوعات بسطحيه جامده جدا. فبالتالي اي حد سطحي بيجي يكلمهم بيصدقوه،
مع حضرتك. انا بس بقترح على حضرتك ان هوت، ويمكن الاقتراح دوت نفسي يبقى موجود والحكومه تتبناه، ان نفسي الثلاث شركات بتوع المحمول اللي عندنا هنا في البلد او الاربع شركات الموجودين يبعتوا للناس رسائل برودكاست بالمشروعات اللي عندنا، المشروعات اللي عملتها الدوله كل مره كل يوم اسبوع كل يوم كده مشروع واحد ابعته بالتفاصيل للناس. ما السوشيال ميديا موجوده، ابعتوا للناس، مش كل شويه تجي لي الشركه كذا الشركه كذا. لا انا عايز الدوله تبعت لي ادي مشروع اديني تفاصيله، مشروع واحد كل اسبوع اشتغل على مشروع واحد، شويه كده هتلاقي الناس كلها عارفه المشروعات، التركيز يعني على المشروعات بالظبط عشان الوعي. طيب استاذ هشام كلمه اخيره. انا بس اللي انا احب فعلا زي ما التكمله لكلام الاستاذ وائل اللي هو الوعي الفكري. احنا لو رجعنا لخطاب السيد الرئيس في اخر طبعا اللقاء اللي هو كان مؤتمر الشباب، لما اتكلم في ان احنا ما بنواجهش المشكله بالفكر، ان احنا ما بنغيرش فكر الشباب ولا بنخليهمش بنواجههمش بالفكر، ولازم كل القطاعات وكل المؤسسات الدوله تتجه ان هي تشتغل بالايه، تشتغل ان هي تواجه الفكر بفكر. ولان خلي بالك يا استاذ بكري واستاذ وائل، اغلب الناس المنظمات او المنظمات الارهابيه بتخترق الشباب والسوشيال ميديا بالفكر، هو بياخد معلومه بيوصلها للشباب، بيوصل للناس، بيوصله يخليه يعتقد حاجه تانية خالص، ان هو لدرجه ان هو ممكن يموت. معلومه مغلوطه. طبعا معلومات مغلوطه ان هو يوصل للكلام ده. وانا اتمنى ان طبعا اولياء الامور يا جماعه، يعني ولادكم دول امانه في والله العظيم هتتحاسب عليهم، ان انت لازم تحافظ عليه وتشوف فكره ايه، اقعد معاه واتكلم معاه، اقعد مع شباب. اغلب المشاكل عندنا هتلاقي الناس الاعمار ما بين 16 سنه وال 20 سنه. انا عايز اعرف هو مشكلته ايه 16 سنه ل 20 سنه، يعني لسه اساسا ولا اتجوز ولا يعني معاه مسؤوليه ولا معاه اولاد. الخوف من المستقبل، مين بقى اللي وصل له الفكر ده؟ مين اللي وصل للشاب اللي عنده 16 سنه دي. هو نظمت مسيرة داعمة. طبعا احنا طلعنا في مسيرة جامدة. اختار الناس، يعني عملت ايه يعني ازاي نشرت الرسالة بتاعتك؟ يعني في مسيرة واللي عايز ينضم ليها، يعني ايه اللي بس حضرتك احنا لما لقينا المكان اللي هم بيقولوا فيه المكان ده، حضرتك انا ممكن استأذنك اشرحه لك، وان كان انا قلت للاستاذ بكر واحنا جايين، هو حتى قال لي لا ركز في الموضوع ده كويس قوي. المكان ده اللي هو مكان ال 40 ده حضرتك، مكان ال 40 ده ما يقرب مثلا من ميدان عندك، من ميدان الاسعاف، ميدان اللي هو ميدان الاسعاف، من عند الاسعاف لقصر الشوق، الحته دي لا تتجاوز ال 100 متر. تمام. تتجاوز مثلا او 200 متر. حصل فيها الوقفه. اللي حصل فيها اللي هو الايه المشكله، حضرتك المكان ده مكان تجمعات اسواق. ايوه. اكبر تجمعات اسواق في محافظه السويس كلها. ايوه. حضرتك لا يعني معلش يعني الامن ما يقدرش مثلا، او مش معنى ان هو ما يقدرش، لا ما يقدرش يقول لحد ما تعديش ولا ما تمشيش. ولا مكان كبير، مكان فيه تجمعات اسواق، يعني مش هنقول زي مثلا العتبه، وبعدين مفتوحه، والسويس يعتبر ليها طابع خاص يعني بصفتها ان هي فيها اكبر شركات يعتبر في البلد كلها او في الجمهوريه، شركات البترول وشركات اسمده، وزي ما قال الاستاذ بكر طبعا اللي هو الصيادين، ففيها مغتربين كتير جدا. فيها مغتربين كتير، انما الناس السويسه عندهم مشاكل، بس بيبقوا مثلا زعلانين عمرهم ما ينزلوا يخربوا. انا واثق في اي محافظه، يعني انا واثق، لا أي مكان. انا واثق من السويسه ان مفيش سويسي ينزل يخرب في بلده. لا يمكن. الجمال اللي احنا شاهدناه او اللي احنا شفناه في الفتره اللي فاتت دي، وان احنا ننزل وان حد ينزل يعمل شغب ولا يعمل الكلام ده مستحيل يكون ده سويسي، ده مستحيل. شكرا جزيلا. انا بس عايزين استاذنك في رساله اخيره، معلش احنا محتاجين سريع. بس محتاجين مثلا من السيد الرئيس مشاركه الشباب في المؤتمرات القادمه. الشباب مشاركه الشباب من السويس. يا ريت يا ريت. انا بوصل رسالتي، ومحتاجين منتخب السويس يصعد للمنتخب. كل احلامك. طبعا. استاذ هشام عنان شكرا من اهالي السويس، بشكرك. استاذ وائل المصري من اهالي السويس، شكرا جزيلا لوجود حضراتكم معانا، سعدنا بيكم. استاذ بكري ابو الحسن نقيب الصيادين في السويس، شكرا جزيلا لوجودك. طب سريعا يا فندم. لا سريعا كده، هي في جزئيتين. سياده الرئيس اهتم بملف الثروه السمكيه على مستوى الجمهوريه. احنا بنقول برضه سياده الرئيس توجيهات حضرتك للمسؤولين على مستوى الجمهوريه. تمام.
ان يتم زياده الانتاجيه بالاهتمام والرعايه. شكرا جزيلا. ده اخر كلمه بقى الشباب بقى وحنا. حضرتك الشباب احنا قلنا اهو دلوقتي ان انا التعيينات انا بتكلم على الشباب ايه لا يحضروا يقولوا مشاكلهم بنفسهم في المؤتمر. لا انا بقول ايه طيب الشباب اتفضل اتفضل يا استاذ تعيينات الشباب انا عندي في السويس في شباب كتير جدا منتظر حضرتك كل بيت فيه شاب واثنين وثلاثه انا بتكلم فتح باب التعيينات للشباب وتشغيل الشباب. شكرا لحضرتك وبعد الفاصل دور المراه في المشاركات سياسية عام المرأة ازاي كان عام داعم لأحقيتها في الكثير من المجالات من أهمها الصحة والتعليم خليكم معنا.